من الرياض معي دكتور نجيب غلاب رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور نجيب. إذا نتحدث عن بدء إعمار اليمن، إذا ما أمكن بداية أن نذكر بالأرقام ما الذي يحتاجه اليمن اليوم بدءا في عملية الإعمار؟ تنطلق يعني عملية تحرير اليمن باتجاهين، اتجاه عسكري وهو جاري على قدم وساق في المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الحوثية، وفي المناطق المحررة تجري عملية التنمية وهي خطة متكاملة لإعادة الإعمار ذات بعد إنساني وتنموي. وهناك ملايين، يعني مئات الملايين من الدولارات إن لم تكن يعني خلينا نقول أن هناك مبالغ مالية كبيرة جدا تنفق في هذه المناطق عبر مركز الملك سلمان باتجاه التنمية والمساعدات الإنسانية وإعادة تعمير هذه المناطق، وأيضا عبر الهلال الأحمر الإماراتي خطة متكاملة تسير باتجاه واضح تركز أولا على مساعدة المحتاجين الفقراء ضحايا الحرب، لكن الأهم من كل ذلك هو تحويل هذه الخطة إلى تنمية مستدامة سواء في حضرموت، في المكلا، أو في شبوة، وفي سوق قطرة، وفي المهرة، وفي عدن وتعز، مشاريع تنموية لتحريك الاقتصاد. بمعنى اليوم أن المعركة أصبحت يعني أكثر وضوحا هو تحرير بقية المحافظات، تعمير المحافظات التي تم تحريرها، وفق يعني استراتيجية تنموية بما يسمى إعادة الأمل، عاصفة الحزم شغالة في المناطق غير المحررة. في المناطق المحررة هناك إعادة أمل وتصفية أوضاع كاملة باتجاهات. ما الذي بدأ العمل به وكيف يجب أن يكون على صعيد سلم الأولويات دكتور نجيب وفق حاجة المواطن اليمني؟ طبعا نتحدث عن الأمير خالد بن سلمان، كان قد تحدث منذ شهر تقريبا عن بموضوع إعادة الإعمار، وقال بأنه تم التوقيع طبعا على البرنامج التنفيذي المشترك لتمويل خطط الأمم المتحدة. الاتفاقية تضمنت مليار دولار، تقديم مليار دولار، منها 930 مليون دولار لمنظمات الأمم المتحدة و70 مليون دولار طبعا كما تعرف لتأهيل الموانئ وما إلى ذلك. هذه أكبر ما وصفت بتاريخ الأمم المتحدة، أكبر تبرع. نعم، هذه المبالغ الممنوحة من التحالف العربي بالذات من السعودية والإمارات للأمم المتحدة، لكن الخطة الأخرى التي يقوم بها التحالف العربي عبر مشاريع الإسناد والدعم من مركز الملك سلمان ومن الهلال الأحمر، هذا مبالغ أخرى وهي أكبر مما أعطي الأمم المتحدة. وهناك رصف طرقات، بناء مدارس، تعمير المؤسسات الحكومية، مساعدة الـ يعني البنية التحتية، وتشغيل للاقتصاد، تشغيل للاقتصاد بحيث يكون يعني عملية إنتاجية قادرة على تشغيل العمالة والبطالة. أنا تدور أيضا هذه مبالغ أخرى تنفق غير ما يعطى للأمم المتحدة. واضح. أنا أشكرك من الرياض دكتور نجيب غلاب رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات.